هذه هي المسيرة التي انفجرت واستهدفت تل أبيب قبل أن تصل وتتسبب في هذا الانفجار. سنرى الآن هذا الانفجار. إذن مرة أخرى مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور، هي لواحدة من المسيرات التي أطلقت من قبل الحوثيين واستهدفت إسرائيل. العمق الإسرائيلي استهدف تل أبيب بالتحديد، حلقت على مدار 10 ساعات، قطعت مسافة 2000 كيلومتر ووصلت إلى عمق إسرائيل وتسببت في هذا الانفجار كما نرى في هذه الصور. Еще вторая фигня летит. Сейчас подожди, я в убежище или лягу.